FM. الكل ملك. دبارت اليوم. بحضر بحضنا كيما كل نهار اربع الشيف سحر حمد مربح مرحبا سحر بخير امل شنو حيلك لاباس الحمد لله جيت وجبت معي جنينه اي كلك ورد اليوم تبارك الله عليك صلي على النبي عليك سحر دونك اليوم كالعاده باش نعطيو غوسيت جديده للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا اليوم وفيت عندنا دو غوسيت يستنوا فيكم اول حاجه باش نحضروها هي خبز تركي محشي والثاني هي بسكويت سالي نعملوه وحدنا في الدار نبداو بالغوسيت الاولى سهلين الزوز امل الخبز تركي محشي لازمنا زوز كيسان فرينة ثلاثه مغارف كبار زبده كونسيرنون الفرينة عطيتكم ديجا لي دوزاج باللي غرام فوالا زوز كيسان فرينة ثلاثه مغارف كبار زبده ملح شويه سكر واحده خميره نتاع جاتو مش تاع خبزه تاع جاتو وحليب دافي باش نلمو بها العجينه فوالا دونك ناخذوا الفرينة الزبده الزبده تكون مو ماهيش ذايبه برشا ما تذوبهاش لا لا والسكر والخميره ونصب عليهم شويه حليب دافي ونلموهم بيدينا باه نخليو العجينه ترتاح 20 دقيقه باه فوالا ومن بعديكا نقسموها كور 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 ناخذوا بالكره بالكره نحلوها لازم تكون عندنا قلايه يا اما تيفال يا اما كل الرزان على الاخر اللي ما تلصقش فيهم البات نحلوها نحطوا فيها الحشو اللي نحبوا عليها احنا عندكم الشوا بين هريسه تن في فخوماج اسكالوب جامبون سلامي اللي تحبوا نتوما كل واحد ولي غو نتاعو كيفاش تختار انت على ذوقك ولا تنجم تعمل برشا حاجات ولا تنجم زيد تخلط تعمل الاسكالوب تفوحوا بالكدا تبانيه والا تسوتيه بالثوم وكل شيء وبعديك تزيدوا الكريم فريش تزيدوا لي فخوماج شهي كمان فما برشا عنا لي شوا فما زادا خلطة أخرى تجم تكون بلينا برشا ناخذوا زيتون أكحل نرحيوه بالكدي بالكدي نزيدوا معها التن ونزيدوا معها حوك كريم فريش هذه طيارة على الأخر بلا نحطوا في وسط العجينة نسكروها كيما نسكروا كعبة الكريب اي بلا ونحطوها على المقلة أوبس ونحطوها على المقلة وكي ما نخليوهاش على نار قوية برشا كي تتحمر من الجهه هذه نقلبوا للجهه الاخرى تاكل سخونه وصحه باش نقليوها في زبده ولا في مش نقليوها باش نحطوها على التيفال في نكته زبده نكته معناها جوست كانك تعمل كريب باه فوالا باش ما تلصقش واضح. واضح اما برسا كاينه مشيت شويه معناها ولا خبز هذا هو معناها سهل على الاخر بنين سورتو بنين امل فوالا وتتفنن انت عاد في الحشو نتاعك شنو باش تحط فيه الخبز اي تنجم تعمل عندكم شوا كبير في لي فارس حتى كان تنجم انت كي تعمل لي فارس فوق بعضهم من بعد كي تقصها على اثنين حتى في البريزونطاسيون تاع الصحن تكون مزيانه مثلا تحطوا دي ترونش دو جامبون فوقهم دي ترونش دو فرماج فوقهم تنجموا تزيدوا معاها دي ترونش دو بولي مع الجامبون جامبون والبولي بنين مع بعضهم خاطر اي فوالا تنجم تتفنن تعمل اللي تحب معناها واضح هذايا هو دونك الخبز التركي المحشي نتاعنا لليوم نمشيو للغوسيت الثانيه اللي هي بسكوي سالي نعملوا وحدنا في الدار فوالا الصغيرات دونك لازمنا 200 غرام فرينه عظمه نص مغرفه خميره ملح مغرفة كبيرة زيت وأربع مغارف ماء دافي نحطوا الفرينة والزيت والملح وشوية زعتر الزعتر هو اللي يعطي القوم تاع البسكوي سالي البنين ومن بعديك نحطوا العظمة ونلموا بها به فوالا نحلوا بالقلقال فوق الرخامة تكون جويدة على الاخر على الاخر البات مش خشينه خاطر بعديك باش تنفج شويه هي ديجا فيها الخميره حلوها جويده على الاخر هي ديجا في وسطها الملح اللي يحب طول يقصها كيما كعبات البسكوي اللي نعرفوهم الكاغي وطول يحط في الطبق اللي يحب يجم يرش عليها شويه ملح من الفوق فوقك الكعبه حتى من بعد كي تخرج تبدا مزيانه منظرها ما تحطش برشا يا اما تنقص في الملح في العجينه باش كي تزيد الملح من الفوق من بعديك ما تجيش مالحه برشا يا اما كان ما تحبش معناها الكونتيتي نتاع الملح انت لازمك تتحكم فيها فوالا المهم نحلوها جيده على الاخر ومن بعديك نحطوها فوق بابي كويسون في طبق ونحطوها في الفور نقصوها قبل سحر ما نحطوها في الفور ولا أي بعد ما تخرج من الفور لا كي تخرج من الفور وتقصها تتكسر اي بسكوي خاطر تقص قبل تحطها تطلع لك الكعبات باش الحروف يكونوا حمر كيما كعبات البسكوي واضح فوالا
قديش تقعد في الفرن نحطها انت والفرن نتاعك المهم مش تخليوها لين تحمر نتعرفوه البسكوي لازم يكون كل الاصفر العاتي على الدوغي فوالا الفرن مازموش يكون سخون برشا بين 170-180 درجه كي تحسوها هكا بدات تولي دوغي خرجوها وما تمسوها الا ما تبرد كومبليتوم واضح فوالا تجمو تحطوهم في حكوك هكا نكونسيرفيو فيهم باش ما يوليوش تريين ياخذوا ديما كروكون وكاو صاحب شفير الناس قال فوالا والبسكويت هذايا سالي تنجم تاكل معاه برشا حاجات صحيح تنجم تعمل كيما قلت انت للصغيرات فوالا بالفخوماج تارتيني اللي يحب يعمل به من بعد يعملوا بعد يعمل به الطاجين نتاع نتاع البسكويت فوالا دونك فما تنجموا تعملوا بهم لي فيغين اللي يحب يحط والتشيز كيك سالي فوالا عندكم الشواء عندكم الشواء يعطيك الصحه صحه دونك هذه الغسيت نتاعنا لليوم كابافان الكلمه ليك